بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في هذا اللقاء الذي ارتأت جمعية الشروق الثقافية اليوم إلا أن تفتتح به أنشطتها ومحاضراتها الثقافية. اليوم جمعية الشروق في إطار برامجها المسطرة خلال هذه السنة ارتأت أن يكون أول لقاء مع الدكتور خالص جلبي. وأعتقد بأن الدكتور خالص جلبي لا يحتاج إلى تقديم، فهو من رواد الفكر ومن رواد الثقافة في العالم العربي والإسلامي. واليوم استضفناه في أول أنشطتنا في هذه المحاضرة، وهي محاضرة بعنوان ثقافة الحوار في ظل الاختلاف. أنا لن أتطاول ولن أتطفل على كلمة والأخت المسيرة، وأقول مباشرة للأخت المسيرة تفضلي مشكورة لتسير هذه اللقاء، ونتمنى من الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وشكرا. يقولون إنه لا يفسد للود قضية، لكن يبدو أن قضايا وعلاقات كثيرة فسدت بسبب الاختلاف الذي صار خلافا أو شجارا أو قطيعة أو حتى صراعات وحروب. ومن ثم فإن الحاجة اليوم إلى الحوار صارت ماسة وضرورية. الحوار ليس على مستوى النخب فقط، ولكن وبين المذاهب وأتباع الأديان والتيارات، ولكن أيضا بين الأشخاص في تفاصيل حياتهم اليومية. لضيفنا اليوم كلام جميل وعميق عن الحوار. قال في أحد مقالاته: في الحوار يتكامل كل طرف مع مقابله في مركب جديد متطور متفوق على كل من المركبين السابقين، وفي الصدام يلغي كل طرف آخر ليموت الاثنان في النهاية، لأنه في اللحظة التي يلغي فيها أحد الأطراف الطرف الآخر يكون قد حكم على نفسه بالإلغاء. فالحوار هي آلة نجاة الجميع، لأنها وثيقة الاعتراف المتبادل بالوجود الذي أصبغه الله على الجميع. بيننا اليوم الدكتور خالص جلبي، ولا أصدق من تعريف المرء لنفسه فهو يقول عنها: أنا إنساني على دين إبراهيم، سوري المولد، عربي اللسان، مسلم القلب، ألماني التخصص، كندي الجنسية، عالمي الثقافة، أتكلم بلسانين، لغة التراث ولغة المعاصرة. ضيفنا الدكتور خالص جلبي هو من مواليد سوريا، تحديدا القامشلي. تخرج من كلية الطب عام 1971 ومن كلية الشريعة عام 1974. سافر إلى ألمانيا، وهناك أتم تخصصه في جراحة الأوعية الدموية حتى عام 1982، ليغادرها ويستقر في السعودية رئيسا لوحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى القصيم. حاليا يقيم في مدينة الجديدة بالمغرب. له العديد من الكتب في مجال تنوير وتحرير العقل ونبذ العنف، تقريبا 27 كتابا، وهو كاتب عمود في عدد من الصحف الخليجية. يدافع عن الحوار والتعايش، ويرى أن التحليق في المستقبل لن يتحقق إلا بجناحي العلم والسلم. الكلمة الآن للدكتور خالص جلبي في موضوع ثقافة الحوار في ظل الاختلاف. قل الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى، والآمرين بالقسط من الناس. فأنا سعيد أنني تشرفت بأن أجتمع بكم
وأنتم المغاربة، أختصر فأقول لو أن الله أراد أن يعمل جنة على وجه الأرض لسماها المغرب، ولست مجاملا في هذا. وأجمل ما في المغرب هو أهله، ويوما بعد يوم ولا أجامل اكتشف طبيعة هذا الشعب من خلال الاحتكاك اليومي. فأنتم شعب لطيف ودود دمث، يعني حيث ما ذهبت هو رجل المرور والموظف في البنكة، ولا هو الموظف في مدارات التعاملات، ولا النساء العاملات من أعلى المستويات إلى أقل المستويات. فأقول ربما يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن أهل اليمن أتاكم أهل اليمن وما رقوا أفئدة وألين قلوبا. وابن خلدون في مقدمته الشهيرة تحدث عن علاقة الأخلاق بالغذاء والمناخ، فيتكلم بأن المناخ يعطي يؤثر في السلوك، وبالتالي يمكن قد يكون ما أدري يعني هذا أنا ما عكفت عليه بعد دراسة، لكن أكيد أن أنتم باعتبار أنهم شعب عريق متعدد الثقافة متنوع الأعراق متفاهم متحاب، سواحل 3700 كيلومتر احتكاك بحضارات وثقافات، فلربما بالإضافة لهذا المناخ المعتدل لربما أنتج شعب فريد مميز خلوق دمث ودود محب للأجنبي. ومناخكم هذا مناخ أنا بالجديدة أخيرا اشتريت نفسي بيتا هناك بجنب البحر بجنب الأطلنطي، ويعني أتمتع بالمناخ هناك، فكما يصف الله الجنة يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. فهي مقدمة إلى أنه الشعب المغربي شعب، وأعترف لكم بهذا أنه يستقبل عنده قدرة امتصاص للتيارات والثقافات. وأحكي لكم بأماني أيضا، يعني أنا في الخليج لما أجتمع بواحد ملتحي ولحيته طويلة أعرف أنه صعب، أنا هون اجتمعت واختلطت حتى المتدينين واللي عملوا لحى واللي متشددين شكلهم واللي نساء المنقبات وغير ذلك. أنتوا شعب ظريف، شعب ودود، شعب طيب، يعني تحس بأنك تقترب منه خطوة فيقترب منك ركضا. فأنا سعيد حقيقة بأن الله، ما أدري، أن الله سبحانه وتعالى ساقني إلى هذا البلد بعد أن تقدمت في السن. وحتى أنا يعني لا أخفيكم أتندم أحيانا أني يعني قضيت فترة من حياتي يعني بين قوم حقيقة ليس عندهم إلا فائض من المال، ولكنهم حتى فطرتهم الأصلية بدأوا يخسرونها، في حين أنتم شعب يعني أقول أحيانا ليتني أن جئت، ولأنني أنا طبيب ومارست الجراحة والطب 40 عاما، كنت رئيس وحدة وأسست العديد من الوحدات وفي أخطر أنواع الجراحات اللي هي جراحة الأوعية الدموية، لكن ربما ساقني الله، يعني أقول في آخر أيامي، لأن أنا رجل تجاوز 60، لعله ما أدري لعله يعني أنتم المغاربة من انتبه إلى كتابي في النقد الذاتي، لأنه أنا نشرت الكتاب عام 1982، وبيوم كنت في ألمانيا في مدينة اسمها بايني قريبة من هانوفر، وأخذت إجازة لمدة شهر وعكفت على الكتاب. وبعد ذلك اجتمعت في لي صهر أنا في مونتريال في كندا،
قال لي في مغاربة ترى مهتمين بكتابك، واحد اسمه بن كيران ومعه ناس باها وغير باها، وسمى لي أسماء. فأنا الأسماء غريبة علي، بن كيران، بن كيران، من هو بن كيران؟ ما أنا لا أعرف. ثم وإذا وجدت أن هذا الكتاب وأنهم قرأوه. هلا أنا هلا الآن في أخ، أظن أنه الأخ اللي كان معي جالس في الجلسة فوق، قال لي أنا كتابك قرأته من مدة 30 سنة وما زلت أحتفظ بالنسخة. فسبحان الله، يعني هو كتاب حقيقة كتاب مفصلي وتأسيسي، وبني على أساس أن أهم، يعني الآن كما تسمون أنتم في المغرب الأوتوروت، الطرق السريعة، لأن السيارة تمشي باتجاهين. النقد الذاتي عملية، يعني الله قال بأن الإنسان لما يعني يصبح مؤهبا، يعني ليكون من أهل الجنة، فهو الذي سماه أبو حامد الغزالي في كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس، اللي سماها النفس اللوامة. واللفظة بالقرآن الكريم اللوامة ليست اللائمة، القرآن دقيق في انتخاب تعبيراته. فاللوامة هي تلك النفس التي أصبح عندها الآلية لإعادة النظر في الداخل وفي الخارج. يعني الآن نحن مشكلتنا الآن، يعني في حتى في المستوى السياسي، الكل يضرب عينه باتجاه إسرائيل إسرائيل إسرائيل، لكن أظن أنكم يعني ترون بأن إسرائيل في كل صراعاتها مع العرب ما قتلت، ما قتل هذا اللي في دمشق، فمما يدل على أن المشكلة داخلية. وبالمناسبة هذه المشكلة الداخلية يعني مشكلة عميقة، لأنها مشكلة ثقافية، ومشكلة ثقافية أيضا لماذا؟ لأنه نحن محطة الانحدار، لا نعرف هل نحن الآن ما يسمى الربيع العربي أنه فعلا أنه بداية صحوة، أنه يقظ من منام، ولا أنه تخبط أو نوع من الكابوس. هذا لا يمكن، لا أنا ولا أنت ولا أحد أيضا يستطيع أن يتكلم، فهو رجم بالغيب. إنما بعد 20-30-40-50 سنة 100 سنة حتى، كما يورخون هذه الأيام لمعركة تشنقلعة التي خاض الأتراك في معركة ما يسمى عند الأجانب الجاليبولي عام 1915-1916. فالثقافة التي نعيش فيها حتى الآن هي ثقافة ما لم ينضج بعد عندها إمكانية أنه أن تعترف بالخطأ، أنه ما سمته أنتم الآن عنوان المحاضرة اللي هي الاختلاف. ففي هذا الموضوع أنا سأروي لكم قصة سمعت أنا من جودة سعيد حفظه الله، والرجل الآن دمرت قريته وهو الآن في تركيا. فهذا الرجل قال لي أنه في يوم من الأيام رجع إلى البيت وقال لوالدته أنه نحن نقرأ التشهد، يعني لكني وجدت أن واحد آخر على المذهب الشافعي يقرأ قراءة مختلفة. فقالت له أمه نحن أحناف، تعرفوا المذاهب، أنت هنا مالكية في المغرب، فقالت نحن قراءتنا صحيحة وهؤلاء الشافعية خطأ. فهو قال لي أنه لما أنا سمعت من والدتي هذا بدأ يشكل عندي سؤال، أنه ما معنى شافعي وحنفي ومالكي، منين جاءت هذه التسميات؟ يقول ثم قفز ذهني ومع حق هذا إلى مستوى آخر، وهو أنه كلهم هؤلاء يسمون أيضا سنة، يعني مالكي المذاهب المشهورة هي 4، لكن يقال أنها وصلت حتى أن أسد بن الفرات التونسي عمل أيضا مذهب، سوى أن المذاهب يمكن أكثر من 10، ولكن الحكومات تبنت مذهبا وكرس ورسخ، فهذا الذي صمد. طيب الآن في إيران
صار شيء اسمه التشيع، شيء تاني مختلف. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا كنت في طهران أيضا واجتمعت بمجموعة من الشباب الشيعة، قلت لهم والله يعني نحن يقولون في الوسط السني أنه الإسلام الشهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة، بني الإسلام على خمس، هذا المعنى الشائع. قال لا لا نحن نختلف عنكم. تخيل ما الخلاف بيننا وبينكم؟ قال نحن بني على ثمانية. ما هو؟ قال إمامة والجهاد والتوحيد، والله ما أدري، أجاب أضاف إضافات أخرى. فجودة مشى أيضا بالموضوع، مشى أيضا خطوة أخرى. طيب ما الفرق بين الشيعي والسني؟ إذا كان هذا نفسه يصلي ويحج ويتجه نحو القبلة ويتقاتلون، طيب ما في بعد آخر؟ وهو أنه طيب في شيء اسمه مو شيعي وسني، في شيء اسمه مسلم ومسيحي ويهودي وزردشتي وبوذي ومن جماعة زن في اليابان ومن جماعة كونفوشيوس وكنيسة أنجليكانية. أنا بالمناسبة ولدت في مدينة اسمها القامشلي، مدينة عجيبة، يمكن من المدن القليلة في العالم أظن، كل حارة بملة ونحلة ودين وفرقة موسيقية ومدرسة. فعنا هناك كاثوليك، بروتستانت، سوريان، كلدان، أرمن، هذا كلها فرق مسيحية وآشورية. بعدين في فرقة أنا ما كنت بعرف هي ما الذي يفرقهم عن الآخرين، بيسموا كلدان. هذا شو الكلدان هذول؟ ما كنت أنا أعرفهم، لأن هناك صحيح في فرق كتير وفي مذاهب كتير وفي شيء 18 لغة وفي أمم مو معقولة الموجودة هناك. أنا شو جمعهم بهالمكان هذا؟ أحيانا كنت أتساءل. بعدين قرأت لجون أرنولد تويمبي اللي هو المؤرخ البريطاني، حكى على فرقة اسمها النسطوريين. أوه نسطوروس، هذا بالتاريخ طلع. وين راحوا هذول؟ راحوا على القامشلي ونواحي العراق وعملوا لحالهم فرقة، يقولون يمكن بالمشيئة الواحدة، أنه لأنه هن المسيحيين مختلفين والاختلاف فظيع. صار الخلاف بيناتهم. أنا أحيانا يضحك، بس لا تضحك، لأن نضحك على حالنا كمان، كما هو الخلاف بين الشيعة والسنة. شيء يضحك يعني، بأنه يقال هلا أنه اثنين جابوهم في المحكمة في السويد مدري وين إلى قاضي يتقاتلون. قالوا أنت شو مشكلة؟ قالوا أنه يشتم علي. وهذا قال إيه؟ قال يشتم معاوية. طيب وين هذا علي معاوية؟ قال والله كانوا قبل 1400 سنة. فأمر القاضي بالسويد كذا يقولون بأنه يحالون إلى مصح الأمراض العقلية. شيء مو معقول، شيء مو معقول، مو معقول. لكن هذا الذي يحدث الآن. يمكن أنصحكم أنا بقراءة كتاب لمحمد أبو زهرة اسمه محاضرات في النصرانية، الله يرحمه، كتب مجموعة الكتب الجيدة. يذكر في الكتاب، أنا هذا كنت مسافر من القامشلي إلى دمشق، فنحن كنا اليوم المواصلات سيئة والطريق يطول، ولا عندنا مثل القطارات الحلوة عندكم ما شاء الله في قطارات أو تروت. كان بيومها حتى أنه في منطقة اسمها 44 ما فيها حتى قدرون بتسموه أنتم، ما في سفلتي. فقرأت الكتاب بهذه الرحلة. من الغريب بأنه هذا محمد أبو زهرة أيضا ما عطاني الضوء، واللي أعطاني الضوء بعد ذلك قراءات التاريخية اللاحقة. طيب ما الفرق الآن بين الكاثوليك وبين البروتستانت وبين الأرثوذكس؟ منين طلعوا هذول؟ منين تشققوا وهم ديانة واحدة؟ هذا لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء التاريخ. يعني هذا الإمبراطور، كان في إمبراطور روماني اسمه إذا ماني غلطان نوريوس، واحد نيوريس أركاديوس، وفي واحد ثالث لحاول أتذكر اسمه. المهم أنه حبا بأولاده راح قال أنا، الإمبراطورية الرومانية كانت فظيعة، حتى أنهم يسمونها باكس رومانا، يعني السلام الروماني أيام أوكتافيوس. البحر المتوسط كله سيطروا عليه بعد أن دمروا قرطاجنة في تونس، فسيطروا على البحر المتوسط. فراح قسم الإمبراطورية قسمين لولديه الاثنين. طبعا هاي خطيئة فظيعة كتير، يعني موضوع التوريث مو لواحد لاثنين، كما حصل مع صلاح الدين أيوبي. صلاح الدين أيوبي أيضا لما مات رحمة الله عليه ما ترك يقال 17 درهم يعني في 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 بيته،
ولكنه وزع الدولة التي توحدت في منطقة الشرق الأوسط بين أولاده وعطى مصر لأخوه الظاهر، فبدأت النزاعات. المهم، وين التقسيم؟ الإمبراطورية الرومانية كانت على حافة البلقان، وعند البلقان محل البوسنيين دفعوا الثمن، كما أنصحكم بقراءة كتاب اسمه انتقام الجغرافيا، صدر قبل عدة أشهر في سلسلة عالم المعرفة، بيتحدث عن أنه على ما يحدث في سوريا أيضا، ومجيء الروس والأتراك اللي مرتعشين الآن لوين ماشي، والسعودية اللي بدها تبعت طيران وحرب برية، منين كل هاي صايرة؟ كلها نتيجة انتقام الجغرافيا من تفتت الدولة العثمانية. هذا هو الثمن حتى قيام إسرائيل. في البلقان، الصدع البلقاني هذا، نشأ الدياني الأرثوذكسية والدياني الكاثوليك، فصارت رغمة تابعة إلى الكاثوليك، وصار الأرثوذكس كنيستهم راحت قعدت وين؟ بالقسطنطينية، محل إسطنبول الحالية. طبعا هاي لها حديث آخر، أنه كيف الآن صارت ما يسمى إسطنبولية، ما اسمها إسطنبول، اسمها القسطنطينية، لها مدينة القسطنطين. فنرجع لعن جودة، جودة صار يفكر أنه إذا كان مالكي وحنفي وشيعي، بعدين شيعي وسني، بعدين بعد ذلك مسلم ومسيحي، الشجرة كل ما في عم تطلع فروخ، عم تفرخ وعم تطلع فروع. طيب في النهاية يجي شيء لسه متقدم أكثر من هيك. أنا بيجيني ناس لعندي على البيت، واحد سألني كان قاعد معي على العشاء، قال لي أنت هل يضيرك أنه أنت يجي واحد كافر يقعد معك؟ قلت له أهلا بكفرة الفاجرين والملحدين المارقين، أهلا بكم جميعا، تفضل. إذا كان هاتوا يعني، قل هل عندكم من علم فتورونه، أو هل عندكم أثارة من علم، هاتوا اللي عندكم، أهلا وسهلا. لأنه المجتمع الإسلامي حسب تصوري أنا هو مجتمع المواطني اللي هو مسموح فيه لجميع الآراء. نحن الآن معنا قدرة، أنا بالعموم بحكي الآن، لكنه امسكوا كلماتي جيدا، فكفكوها ترون فيها مثل الألغام. نحن ما عندنا قدرة نناقش وحرية تعبير، أنه نتكلم ونعبر، لا نستطيع، في دوما حواف. ولذلك ديكارت قديما، هذا الفيلسوف الفرنساوي، قال أنه عاش سعيدا من بقي في الظل، بحيث أنه ينتبه كتير كتير. وبالمناسبة أنا أعترفكم في المغاربة، يا سيدي الله محييكم، والله أنا ما وجدت في بلد ولا في جريدة ولا في شعب مثل المهامش اللي عندكم. فأنا بكتب في كذا مكان، فبعرف في الخليج، بعرف حتى المستويات، إذا كتبت في السعودية، إذا كتبت في البحرين، إذا كتبت في قطر، إذا كتبت في الكويت، إذا كتبت في الإمارات، حواف التعبير. حتى أحيانا بيمسكوا مقالتي أنا، أو ما لا تنشر، في شغلة ما لا تنشر نهائيا، يعرفون أنهم لو نشروها ستغلق الجريدة أو سيطير رئيس التحرير، كما حصل مع الخاشقجي. أنا في السعودية مرتين طار وأنا بعده طرت، يا أبو مرة على الوطن على مكالمة تليفوني طيروا، مرتين طيروا، رجل صديقي حبوب لكنه عقله ما شاء الله عليه يعني. وهكذا تمشي بالهامش، البحرين بيزيد أكثر، بالإمارات يعني حواف كمان زيد وتنقص، لكنه ألطف. الكويت ربما، الكويت ما كذب عندهم ما بعرف، لكن أكثر مكان أكبر هامش أكتب ولا يحذف مما أكتب هو عندكم في المغرب، جريدة الأخبار المغربية، مع الصراعات الموجودة أنا لا أبهل الصراعات، أنا أريد أكتب في العلم. فمعنى ذلك أنه هل السبب هو المناخ؟ شوي يعني أنا أظن جايز أكون غلطان، بس في احتمال يكون أنهم، أنتم هنا على اتصال بأوروبا، ففي رياح أوروبية ما فيها يعني. مثل شلون المناخات، كمان المناخات العقلية. لأنه إخواني الكرام وأخواتي، لما صارت ما يسمى النهضة في أوروبا، النهضة بدأت من إيطاليا، ولما بدأت من إيطاليا كما يقول المؤرخ البريطاني شو اسمه تومبي، يقول بدأت هيك
مثل الزرعات الصغيرة الصغيرة، وهذه الزرعات سماها فسائل، بدأت تنتقل للشمال شوي 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 حتى بدأ الإصلاح الديني. هذا الزلزال المخيف. والإصلاح الديني مشكلته كان كمان مشكلة مالية، وهو أن مارتن لوثر وقف يومه، وكان هو كان كاثوليكي، كان راهب، مسكوا وكتب 90 سؤال على بوابة كنيسة، أظن فيرتمبرغ كذا اسمه، وقال أنه لا يمكن أنه أنتوا تأخذوا أموال الناس وتعملوا صكوك غفران، تأخذون على الجنة بالمال وتبنوا لي كنائس أنجيلو مدري مين اسمه الكنائس الفخمة هذه بالأموال التي تأخذونها ضرائب من الناس. وطلع بيوم أيضا في بريطانيا واحد اسمه هنري الثامن، شهر كثير هذا أيضا، ملك هنري الثامن، قال ما بالكم تأخذون أموال الناس؟ في القرآن موجودة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس، في سورة التوبة موجودة هذا. فهذا ما أشار، هاي المشكلة الأساسية صارت مشكلة. بعد ذلك صار التصدع المخيف، واللي طلع شيء اسمه المعترضون، البروتستانت، بروتست بالإنجليزي، أظن بالباقي اللغات بروتست أي اعتراض. هذا مارتن لوثر كاد يدفع حياته ثمن لهذا، حماه أمير وبعدين هربوا لمكان ثاني. يقول أنا أنصحكم بقراءة كتاب للمؤرخ البريطاني توينبي، جون أرنولد توينبي، له كتاب كتير جميل مترجم للغة العربية، أنا جبت أصله باللغة العربية وجبت أصوله أيضا 12 مجلد باللغة الإنجليزية، لأنه اشتغل على الكتاب 50 سنة. يقول عن نفسه بأن والدته كانت تقرأ له كل ليلة التاريخ البريطاني، الملك أرثر والملك مين واللام الفاتح إلى آخره. يقول هو لما بدأ يكبر أراد أن يفهم التاريخ البريطاني، فلما درس التاريخ البريطاني وجد أنه غير مكتمل، وكتب في كتابه مختصر دراسة التاريخ باللغة الإنجليزية Study of History إن المؤرخين، كتب في أول جملة، إن المؤرخين يميلون في العادة إلى شرح آراء الجماعات التي يعيشون بينها ويكدحون منهم إلى تصحيح تلك الآراء. هذا ما أجى أيضا من فراغ، لأنه يعني رجل متأثر بابن خلدون، ولما يتكلم عن ابن خلدون نفسه توينبي يقول عن ابن خلدون، يقول الإنجاز الذي عمله ابن خلدون اللي هو قسم من إنتاج عندكم هون بالمغرب والأندلس طلع، يقول إنه أعظم عمل من نوعه أنتجه أي عقل في أي زمان ومكان. It is the best work، بالإنجليزي هذا، It is the best work of its kind that's created by any mind in any time or place. فالولادة هالعقل ونضجه اللي صار في أوروبا هالهاي صار، فانتشر انتشر، ولم يكن، انتبهوا، لم يكن فيلسوف. ومثل ما يقول، أنصحكم بقراءة كتاب أيضا لبيرتراند راسل، هذا فيلسوف بريطاني يكتب كتاب اسمه النظرة العلمية، يقول أنه في ربما 100 دماغ يزيد وينقص هم الذين عملوا النسق الحضاري، ولو أنهم ما ولدوا أو قضي عليهم أو حيدوا لما كان في لا نهضة ولا ناهضون، وكانت أوروبا تعيش في الظلمات. ابن بطوط من عندكم الطنجاوي ذهب إلى القسطنطينية وقابل هناك، كان بيوم المسيحي هو الذي كان يحكم، لأن هذا كان رحلة ابن بطوطة كانت في القرن 13 الميلادي. فيقول أنه أراد أن يتوجه باتجاه الغرب إلى أوروبا، فنصحوه أن لا يذهب لأنه ليس ثمة شيء يرى. تصوروا ألمانيا وفرنسا. فجودة قال طيب إذا كان في عندنا حنفي وشافعي ومالكي وإلى آخره، وأنا عندي بالمناسبة عامودة في مدينة صغيرة، الآن هي المنطقة كلها صار الآن كردية، يعني الآن ديموغرافيا تحولت إلى كردية،
كان فيها خليط، بس يبدو أنه الآن كأنها ستصبح كانتون كردي وستضم كردستان بالعراق، وفي النهاية أظن أنه المنطقة كلها، المنطقة اللي هي تمتد من بين إيران إلى العراق إلى سوريا إلى جنوب شرقي من تركيا ستصبح دولة كردية خلال 50 سنة القادمة نعطيها. كان خرافة، يعني خرافة من الخرافات كلها. بعد ربما 200 سنة أو 300 سنة سيعملوا مثل الاتحاد الأوروبي، عقلوا سيروا يظنون أن الزمن ليس زمن الدول القومية، لأن الدولة القومية كانت في القرن 19 خرافة أيضا كانت، أرادوا أن يتجمعوا، وجدوا تجمع أفضل، ووجدوا أنه الاجتماع على التعصب الديني هذا لا يأتي بنتيجة، فبدأوا يعملوا دول قومية. هي نشأت دول قومية أورثتها الحروب العالمية. حروب العالمية صارت 1914 1919 1939 1945. المهم، فهل تفرق هذا اللي عم يصير من إلى من إلى في الأخير بيطلع عن صلاح الشغلة، وهي أنه بيطلع مؤمن وملحد، أو يطلع واحد أغنست اللي هو لا أدري غانوصيين بيسموهم. فنحن هون أمام التوزع هذا والشجرة الإنسانية التي بتطلع أغصان لا نهاية لها. فعلينا أنه نفهم القانون الإلهي بأن الله في الأصل خلقنا ومن الناس الدواب والأنعام مختلف ألوانه، غرابيب وسود وحمر وجدد مختلف ألوانها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فهذا الوجود يقوم على التنوع. مسكين هذا الفيلسوف تبع المحرقة قبل فترة احتفلوا فيه اللي هو جوردانو برونو، كتبت عنه أنا مقالة، هذا كتب كتاب في الموضوع هذا، فجابته الكنيسة ألقت القبض عليه بتهمة الهرطقة، عمره 50 سنة، حوضع تحت تعذيب 8 سنوات على أن يتراجع عن آرائه، فلم يتراجع فحكمته المحكمة الكنيسة بالحرق حيا على قيد الحياة. وهذا موجود في القرآن، سورة كاملة اسمها سورة البروج، أنهم أحرقوا الناس من أجل آرائهم. فالآن ها هي المشكلة، أن الإنسان الذي يؤمن بما يشاء نسمح له ولا ما نسمح له؟ نحن ما عندنا قدرة نسمح له. لذلك هون مثلا من العالم العربي الإنسان بيهرب، الناس في عندكم واحد مغربي هرب لسويسرا وصار بطل في الحقوق، يتكلم في حقوق الإنسان، أظن اسمه الغزالي، وكتب كتاب حط العنوان الكتاب اسم الرحلة اللي هرب فيها لسويسرا، وتزوج واحدة سويسرية اسمها لورينا، قرأت كتابه أنا، وجابوا لي أنا كتابه على خفية من بخافون من انتشار أمثال هذه الكتب. لا يمكن، لا يمكن أن هذا هو الطريق الذي ستنتهي إليه البشرية، اللي هي حرية التعبير، ما يشاء كما قال القرآن الكريم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مسموح له. وألعن شيء اللي طلع أيضا في العالم الإسلامي، وهذا 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 أساسه سياسي ما هو ديني، وهي قتل المختلف، مثل هدول دواعش المجرمين اللي دمروا آثار تدمر حاليا كثير. أنا شفت صورة قبل يومين والله تألمت كثير، هذا إرث إنساني هذا، فقالوا أنها أصنام ودمروها. الفكرة المرتد إنه الإنسان من ارتد يقتل، غير رأيه هذا، قال لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فراح اعتمدوا على حديث نصف أعرج نصف مشبوه وبنوا عليه أحكام فقهية أيضا. والقرآن يقول أن الإنسان عنده قدرة يؤمن يكفر بما يشاء، في موجودة في أكثر محل في القرآن الكريم، من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، مذكور في سورة أظن آل عمران. طيب هذا اللي آمن وكفر ورجع آمن مرة تانية طار رأسه، كيف يدخل في الإيمان مرة تانية بدون رأس؟ آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فمسموح. والسبب بذلك يا إخواني الكرام أخواتي، أن الإسلام حقيقة كونية، أن القرآن حقيقة كونية مثل الشمس والقمر. يعني أنت إذا معك، أضرب مثل في هذا، إذا معك أنت الذهب تستطيع صرفه في أي بنك في العالم، فالإسلام لو كان ضعيفا أو أنه مشوها أو ناقصا وكذا لكان انتهى، يعني مثل كل الشيوعية انتهت،
والنازية لعنت، والصهيونية صح يصير مصيرها نفس الشيء، والبعثية العبثية راحت لمزابل التاريخ. فعلينا أن نؤمن بأن الفكر الحر وحرية التعبير والحوار مع الآخرين هو المفتاح لإنضاج المجتمعات، فعلينا أن لا نخاف. فشو اسمه في هذا، أنا راح أذكر لكم في نهاية حديثي، في مجلة طلعت بتونس ما بعرف شو صار فيها، اسمها 1521، أي أنها القرن 15 الهجري والقرن 21 الميلادي. فذكروا دوما بيحطوا في مقدمة المجلة هذه الفقرة، بأنه اجتمع اثنين متكلمين فقال له هل لك في المناظرة، فقال له على شروط: أن لا تعجب ولا تغضب ولا تشغب ولا تحكم ولا تقبل على غيري وأنا أكلمك، ولا تجعل الدعوة دليلا، ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبي، وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف، وعلى أن كل منا ينبغي في مناظرتي على أن الحق ضالته والرشد غايته. أنا كتبت، إذا حبيت تراسلوني ففي إمكانك أعطيكم ما يسمى 10 شروط للحوار، وفي إمكان أيضا أن أعطيكم في شيء من قواعد الحوار. أي أنا من خلال تجربة مريرة في اجتمعت بواحد إداري فكتبت هالأفكار هاي، وحطيت أيضا 10 قوانين للكلمة، لمن حب يراسلني في إمكان يبعث له إياها. وأنا كتبت كتاب كامل لكنه لم ينشر بعد، الكتاب اسمه الحوار، أو ما أنتم حطيتوا المحاضرة ديالكم الآن أنه الحوار في ظل الاختلاف. هذا هي عبارة جولة سريعة إلى أنه نحن الآن في العالم العربي الآن في طريقين. الطريق الأول هو الطريق اللا إسلامي، هذا سينتهي، متيقن من ذلك، لن يفضي، لأنه جربوا الشيوعية وجربوا القومية وجربوا بعثية وجربوا كل، انتهت إلى إفلاس. الآن الإسلاميين طلعوا للسطح، كمان راح يصير بيناتهم صراع، وهو الذي يحدث الآن في الشرق الأوسط. صراع الجناح الأول هو الجناح الإكستريم المتطرفون هذول، والجناح الآخر هو الجناح التنويري العقلاني المتسامح، هذا له المستقبل سيكون، والأيام بيننا، يعني سيكذبني هذا التاريخ أو سيصدق لي. الآن أنتم هنا في المغرب، يعني حتى أن يعني الإخوة عندكم بالعدالة والتنمية إصلاح وتجديد وغيرهم صار عندهم استراتيجية أنه اللا عنف. اللا عنف معناته بكلمة ثانية العقلانية، في حين أن العنف هو اللا عقلانية، هي الغرائز البدائية، هي التوحش، هي الجريمة والحرب أيا كان شكلها، أيا كان شكلها الحرب. الحرب هي إعلان لإفلاس أخلاقي، واحد. ثانيا الحرب هي جريمة، لأن الإنسان في الحياة العادية لو أهان الآخر بكلمة يحاسب عليها، ولو خدش سيارته يدفع التعويض، في حين في الحرب من يقتل يعلقوا على صدره نياشين ما شاء الله يعني، ويصير اسمه جنرال، ويصير اسمه حزب الله وما حزب الله، أنا أشياء الأسماء السرابات هاي، كل الخرافات كلها هاي. والحرب ثالثا إفلاس أخلاقي وجريمة وجنون، لأنه يعني أنا عملت محاضرة أظن في سلا، استفتحت المحاضرة بكلمة واحدة، موضوع القتل فظيع. يعني الله سبحانه وتعالى عندما افتتح رب العالمين مسرحية الوجود، الملائكة قال له يا رب العالمين انت وين ماشي؟ طبعا احنا مغاربة تتحملوا انتوا الكلام، في غير المغرب ما بدنا نحكي الكلام. وين ماشي انت يا رب العالمين؟ خاب، راح تخلق انسان سيسفك الدماء هذا، يعني نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان جوابه رب العزة والجلال اني اعلم ما لا تعلمون. سؤال فلسفي، يعني نحن نحاول نحكي، لكنه في كتاب انصحكم بقراءته ايضا اسمه دويل ديورانت، هذا دويل ديورانت مؤرخ امريكي كمان، هذا ثقيل في ثقل توينبي البريطاني، ما
بكل أسف نحن المؤرخين القديمين ابن كثير وابن أثير وغيرهم أبدعوا، لكن الوقت الراهن بكل أسف قليلين اللي كتبوا. فالمهم أنه ويلي دورانت بيذكر في كتابه اسمه دروس من التاريخ بأنه في التاريخ الإنساني 3421 سنة كانت كلها حربا إلا 268 سنة سلام. إذا بتعملوا قسمة كل 13 سنة أمام سنة سلام، 13 سنة حرب سنة سلام، هذا كان سيستمر. قال لنا إحنا عندنا في الشرق الأوسط الجنون شغال الساعة، يمن وما يمن طاخو طيخ طاخو طيخ، والغرب اللا أخلاقي هو الذي يبيع السلاح وبيطلع مشاكل في الدول هاي وتمشي عليها اللعبة ويبيعون الأسلحة، أسلحة الخرطة التي يريد يخلصوا منها. الغرب فك السحر خلاص، والذي فك السحر لا الزبور ولا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن العلم. أنبياء كانوا يقولون لكن ما في فائدة، الناس تتقاتل وتتقاتل باسم الدين كما يحصل الآن في الشرق الأوسط. اللي فك السحر والعلم حينما وصلوا إلى اختراع السلاح الذري اللي هو السلاح الشامل، اللي يحب يدخل إلى جهنم إلى الفناء يتفضل. ذلك اللي تركيا وروسيا كتير 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 خايفين إنه تولع، لأنه يعرفون ما هي الحرب وكم تكلف. الآن لا يمكن لأمريكا وروسيا والغرب أن يتقاتلوا، السبب هو السلاح الشامل، السلاح الرادع. وهذا بوابة لفلسفة كاملة سأقف هنا عن الحديث. إذا في ثمة تعليق أو تحليل سؤال، مع رجائي أنه اللي يسأل سؤال واحد. نحن رحم عن مجموعات خمسة خمسة، وشو اسمه يعرف في نفسه، أو اللي يريد يعلق أيضا واحد بس رجاء، يعني اختاروا بحيث تكملوا بعضكم في الأسئلة في التعليقات اللي هو يعني. تفضلي، آسف.